السلام عليكم حبيباتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. حبيباتي، وصفة اليوم وصفة البيتزا الإيطالية. بيتزا ما شاء الله رائعة وتهبل، ما عندي ما نقول لكم فيها. بيتزا المحترفين بمقادير بسيطة سهلة وسريعة، رايحين تشوفوا ما فيها والو. تابعوني حتى الأخير باش تشوفوا أسرارها وأسرار نجاحها. حبيباتي، هنا بالنسبة للصلصة هذه غادي تحتاجوا الثوم، الثوم كما هكا، فلق ثوم، تقطعوا الفلق تحت الثوم تاعكم كما هاك، نزيدوا البصل، بعد معليش من بعد غادي تقدروا تطحنوه كيما كل وحده وش بغات. اللي بغات تطحنه، اللي بغات تخليه كيما هكا تخليه كيما هكا. هنا بالنسبه للطماطم كيما تشوفوا هنا، نقطعوا الطوماطيس تاعنا، نديروا زيت الزيتون والملح والحرور، ونخلوها حتى تطيب مليح، ومن بعد نزيدو لا صوص كونسونطري. وهنايا غادي نزيد الملح كما راكم تشوفوا، نزيد الحرور هنايا، فلفل اسود اللي هو الحرور، وهنا نزيد البازيليك. البازيليك في بالي حبق، هذا يقولوا له في البلاد الحبق، في بالي بازيليك. هنا كما راكم تشوفوا حبيباتي، هنا هي بعد ما قليت البصل والطوماطيس والثوم وكاع، هنا غادي نزيد الطوماط كونسونطري كما راكم تشوفوا هنايا. وهنايا هنا نقليها هنايا الداخل باش ما يقعدش فيها هذاك الكو تاع الطوماطيس، ونشوفوا الا خصنا الماء نزيدوا الماء. هنا حبيباتي كما راكم تشوفوا هنايا، ها هي الطوماطيس تاعنا، طوماط كونسونطري قليتها مليح. هنا غادي نزيد المحامي، درت كاع هذا الكاس الصغير، وهنايا تقعدوا اوبلا، هنايا تقعدوا تخلطوا حتى طيب لنا غايه لاصوص. غادي نزيد الحرور والملح كما راكم تشوفوا هنا، غادي نزيد الحرور ونزيد شويه ملح، ونزيد بازيليك ثاني، هو غادي نزيد البازيليك كيبان لي هو الحبق كما قلت لكم، ولا الفليو كما راكم تشوفوا حبيباتي. هنايا صاهي قليتها، هنا غادي نطحنها باش تولي لي الصلصه رطبه، غادي نطحنها ونابليكيها على لاباط.
حبيباتي هنا بالنسبة لل لاباط تاعنا كيما راكم تشوفوا هيا لا خمرت، خليتها واحد الساعة ونص. نتوما كيما حبيتوا، بغيتوا ساعة بغيتوا ساعة ونص ديرها كويرات. حاولوا تعاونوا بالفرينة، وهنايا غادي نحودها. لاباط تاعنا هذه هي، ندير لها الفرينه. عاونوا بالفرينه باش ما تغبنكمش. حبيباتي كما راكم تشوفوا هنا درتها زوج كويرات باش تجيني على حساب البلاطو، على حساب الصينيه. هنا حبيباتي بعد ما درت لها الفرينه كما راكم تشوفوا هنا، غادي نحطها هنا، نخليها ترتاح واحد 5 مينوت، ومن بعد نحاول نبسط. حبيباتي هنا غادي نبدا نبسطها بعد ما ارتاحت. هنا غادي نحاول اني نبسطها كما راكم تشوفوا هنايا، نبدا في الوسط تاع حد لاباط، نقعد نتفح فيهم من القدام. هنا نعاون بالفرينه، الا خاصني فرينه نزيد الفرينه باش ما يتلصق لكمش العجينه في لاباط في يديكم عفوا. وهنايا تقعدوا تحاولوا تدفعوا لقدام كيما هاك بصبعاتكم تاع يديكم، وكي ديروها هكا في البلا ديريكت تجيكم ساهله، ما تغبنكم ما والو. وهي مادام ترتاح، مادام تخلوها ترتاح، مادام تجي مليحه تخرج لكم شابه كيما راكم تشوفوا هنايا. راني ندفع فيها للقدام، تكملوا كيما هاك حتى تبسطوها على كامل الصينيه. انا غادي نكمل نبسطها ونعاود نرجع لكم. كما راكم تشوفوا حبيباتي تقعدوا تدفعوا للامام، هذاك الهواء اللي كيخرج اللي يروح للامام، تقعدوا هاك بصبعاتكم حتى تبسطوها على كامل الصينيه كما راكم تشوفوا هنايا. هنا بعد ما كملتها هنا غادي ندير لاصوص. ما شاء الله هاد البيتزا تخرج رائعه وطريه ما شاء الله، وهشيشه بيتزا ايطاليه على اصولها. هنايا غادي ندير الصلصه ما شاء الله بالبنه تاع البازيليك، يعطيها واحد البنه روعه. وبالبساطه ما شاء الله هاد الصلصه ما فيها والو، فيها غير الطوماطيس والبصل والثوم والبازيليك، هو اللي يعطيها بنه رائعه بكل بساطه وبكل سهوله كما راكم تشوفوا هنايا. بعد ما كملت درت الصلصه، هنا رايحه ندير الفرماج تاع الموتزاريلا، الفرماج تاع الموتزاريلا. هنا كما راكم تشوفوا بالنسبه للفرماج موتزاريلا، هنا غادي نديره هاك كما راكم تشوفوا. هنا قطعتها شرائح، وهنايا غادي نحاول نديرها هنايا كما هاك. بيتزا سهله وبسيطه. هنا غادي نزيد واحده هنايا كما راكم تشوفوا هنايا. غادي نزيد الزيتون، اللي عندها زيتون دير زيتون، اللي ما عندهاش ما عنديش. جوج خمسة ستة كما تعرفوا البيتزا تجي فيها 6 حبات زيتون، البيتزا الإيطالية كما راكم تشوفوا هنايا. هنا غادي نزيد ندير لها البازيليك من الفوق. هنايا بعد ما سخنت الفرن درجة حرارة 240 درجة مئوية، هنا غادي ندخلها في الفرن. هاي لحبيباتي كما راكم تشوفوا البيتزا تاعنا طابت. دروك غادي نحطها، نجبدها ونحطها على هاد البلونشة.
راهي حاميه سخون سخونه بزاف. شوفوا هنايا راهي ما شاء الله طريه، شوفوا ما شاء الله الله يبارك خرجت طريه ما عندي ما نقول فيها تبل. هنا غادي نقطعها معكم باش تشوفوا، نحوس على هنا هنا غادي نقطعها معكم. هاي حاميه تلفلف كيما نقول تغير سخونه هاكا باش تبان لكم. وهنايا غادي نحاول نزيد نقطعها هنا والله تحاول تحرك. هنايا كيما راكم شفتوا حبيباتي غادي نوريها لكم الله يبارك طريه طريه ما شاء الله. غادي تسمحوا لي باسكو راهي حاميه. شوفوا حبيباتي طراوه الله يبارك ايوا حاميه. شوفوا هنايا الله يبارك. شوف جربوها حبيباتي وما غاديش تندموا وغادي تفرحوا بها بزاف بزاف. هنا غادي نحاول اني نزينها اللي عندها لي زيرب هادو تاع البازيليك ديرهم تزين بهم. كيما هاك وهنايا تقدروا ديروا زيت زيتون ثاني كذلك. جيبوا زيت زيتون ديروا عليها زيت زيتون يعطيها بنه رائعه كما شفتوا. ونقول لكم شا هي طيبه ان شاء الله تجربوها وغادي ما غاديش تندموا عليها. بنينه 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 لواحد الدرجه ما تصوروهاش. نقول لكم مع السلامه ونتلاقوا ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفه اخرى ان شاء الله. ما تنساونيش بالتعليقات والاشتراك واللايك.